عليا. عليا انا كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه. حاجه عن امينه؟ ايوه بس مش حاجه تقلق يعني. فاكره انا كنت اتكلمت معاكي في موضوع عمليه زرع نخاع لامينه. انا بصراحه شايف ان احنا جايز ما نحتاجش العمليه دي لو العلاج مشي كويس. بس انا كنت عايز اخد تحليل دم منك عشان اطبقه بتحليل دم بتاع امينه، مجرد احتياط يعني مش اكتر. طيب لو مش متطابقه؟ لو مش متطابقه بقى ساعتها هنشوف. بصي يا عليا، عاده عينه الدم بتاعت الاخوات بتبقى متطابقه. انا زي ما قلت لك جايز ما نحتاجش نعمل عمليه، بس انا اللي مخوفني الانيميا اللي عندك وان انت جسمك ضعيف. انا ما رضيتش اقول الكلام ده قدام مامتك ولا قدام امينه. بعدين كل اللي انا بعمله ده بعمله ليا انا كدكتور، لمجرد الاحتياط يعني مش اكتر. يعني انا هحتاج اعمل عمليه؟ عمليه ايه دي؟ شك الدبوس. ما تبصليش كده، صدقيني ده تحليل دم عادي وهيخلص بسرعه. طيب عدى على حضرتك بكره؟ يا ريت. اوكي ماشي.